عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك. اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح. 24 ساعة ليل دي أو غموعك، يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك، بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. سعادة على كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من عيش سعيد، بداية ويكند وإن شاء الله يكون هادي وسعيد علينا كلنا. في حلقتنا النهاردة هنشوف إيه حكاية الوظيفة المطلوبة في فندق كريستيانو رونالدو، وإيه شروط التقدم للوظيفة دي، وهنروح كمان للصين عشان نشوف أغرب إعلان لمطعم على السوشيال ميديا وبسببه حصلت مشكلة كبيرة للمطعم ده، وكمان عندنا خبر عن وظيفة في تركيا مرتب خيالي. وفي حلقتنا النهاردة هنشوف آخر الترانز والأخبار الفنية اللي حصلت وانتشرت على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت، وضيفنا النهاردة هو فنان من نوع خاص، هنسمع معاه موسيقى تهدئ أعصابنا وتخليه كل واحد فينا كده يعيش في حالة من السعادة. هيكون ضيفنا اللي هينورنا النهاردة عازف العود مايكل أونسي. بس قبل كل ده خلونا بقى قبل ما نبتدي الفقرات اللي قلتلكوا عليها لازم نتكلم عن خبر انتشر بشكل كبير من أيام، وهو عن لعبة اسمها Be the Internet the Awesome World، وبتكون موجودة على أبليكيشن هيئة أبليكيشن اسمها روبلوكس. اللعبة دي بتتصنف من أخطر الألعاب على الأطفال وإنها مش أمان تماما، والمشكلة الأكبر إن روبلوكس بتضم أكتر من 80 مليون مستخدم ومعظمهم طبعا من الأطفال، لأن اللعبة بتستهدف الأطفال تحديدا وبتستغلهم. وكمان وصل إن دولة تركيا حظرت اللعبة دي وحظرت التطبيق بالكامل. علشان كده معانا مداخلة من الباحث التكنولوجي محمد النواوي اللي هنفهم منه أكتر عن اللعبة وإزاي نأمن ولادنا من اللعبة دي أو من الأبليكيشن دي. مساء الفل يا أستاذ محمد، إيه الأخبار؟ الحمد لله والله كله تمام، أخبار حضرتك إيه؟ ومساء الفل على كل المشاهدين. في البداية كده عايزة أعرف معلومات أكتر عن اللعبة، لأنه مش ممكن يكون الأطفال عارفينها كويس قوي وطول الوقت ماسكين الموبايلات، والأهالي مش عارفين أو أوار بإيه اللي بيحصل أو هم بيستخدموا أبليكيشن إيه. فإيه هي روبلوكس وليه انتشرت الانتشار الكبير ده لدرجة إن في 80 مليون مستخدم للأبليكيشن دي؟ العدد مرعب الصراحة. اولا بشكر حضرتك اهتمامك جدا بكل ما يخص اولادنا والاسره المصريه. تسلم. وعايز اوضح لحضرتك حاجه، للاسف ان سرعه التواصل وسرعه الانتقال بين الاجيال بقت صعبه جدا، والاهالي مش قادرين يفهموا ان اللعب اللي احنا كنا بنلعبها زمان سواء في الاتاري او الحاجات الخفيفه دي كانت حاجات بسيطه. النهارده دي لعبه فيها او منصه فيها مجموعه لعب، او المجموعة الالعاب اللي موجوده دي بتاثر على الطفل نفسيا. اولا لعبه روبلك او منصه روبلك تحديدا او الشيء ده اتصنفت مش بس ان هي محظوره لاكثر من سبب، اتصنفت انها مكان للتحرش بالاطفال، وده اعلن عن طريق موقع وجريده بلومبرج الانجليزيه الامريكيه، واعلنت ده رسمي بشكل صحيح. والحاجة الثانية إن اللعبة أخذت تصنيف إنها بتعمل سلوك عدائي للأطفال، ده نمرة اتنين، بتاخد الأطفال في اتجاه الديب ويب ما بين البحث عن الخفايا وحاجات مش لسن الأطفال اللي بيلعبوها. للأسف إحنا بقى عندنا مشكلة، علشان نسكت الطفل الصغير نديله بنسيب له الموبايل التابلت أي حاجة بالظبط، بس احنا مش عارفين ان ده اخطر من، يعني انا عندي بالنسبه لي لو قلناها بالشكل بتاع الشارع المصري، انا عندي ما نزلوش شارع في مصر يلعب زي زمان ما كان في اولاد تنزل في الشارع وفي ناس بترفض، ده ارحم، لان احنا سلوكنا في الشارع المصري برضو هو بنفس عاداتنا وتقاليدنا وافكارنا كمصريين. في النهايه هيقابل حد حتى لو اختلف معاه في حاجات، ولكن هي نفس افكارنا وعاداتنا وتقاليدنا، انما هناك بيعلموا الاطفال حاجات مش عارفين هيتعرضوا لايه بالظبط. لا والثقافات حبتك كمصريين لينا طابع خاص، عندنا صح وغلط وعندنا حاجات تنفع وما تنفعش، مش كل حاجه تتحط في ايد الطفل،
اللعبه بيحصل فيها تواصل بين الطفل وبين كل الناس اللي موجوده. دي اكتر نقطه ان انت يعني بيكلم حضرتك. ناس هم هو مش عارفهم. اولا هو مش عارفهم، مش من سنه، مش من فكره، مش من ثقافته، مش من حاجات كتير قوي، عاداته وتقاليده والدوله اللي هو بينتمي ليها او الديانه اللي بينتمي ليها، حاجات كتير قوي احنا متربيين عليها بتبقى مختلفه ما بيننا ما بين شعوب ثانيه. مظبوط، دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان كل ما هو عنده شيء نفسي غير سوي بيدخل على الالعاب دي لاستقطاب الاطفال. بطبيعته هو ممكن يتكلم الطفل على ان هو من سنه، بس ممكن يكون هو سن، وده حصل. يمكن اقول لحضرتك الموقف او اللي خلاني احفظ ورا اللعبه دي قوي ان حصل مع بنتي الصغيره الموقف ده. هي سنها مثلا 8 سنين وانا عارف انها بتلعب ايه وبتعمل ايه، فحبيت اشوف بس ايه الوضع. لقيت ان حد داخل بيتكلم معاها كلام لا اخلاقي من دوله، كان من دوله ثانيه في اوروبا، مش لازم نحددها يعني. فابتديت اتابع، اكتشفت ان التواصل مع الاطفال في ناس بتخش عشان تستقطب الاطفال، بتطلب من الاطفال صور، الطفل يقدر يبعت صوره، الطفل يقدر يتكلم، الطفل يعني هي فيها مكان للتشاتنج او ان الناس تكلم بعضها بالظبط عشان هو المسمى الشكلي ان هم عشان يتواصلوا في اللعبه ويساعدوا بعض ويلعبوا كتير مع بعض. لكن مش ده اللي بيحصل في الحقيقه، مش ده اللي بيحصل خالص. بيحصل حاجات كتير مختلفه، بيحصل حاجات لا تتناسب معانا خالص، لا تتناسب مع اخلاقنا. فكل اللي انا بتكلم عليه ان احنا لازم يبقى عندنا كنترول على اولادنا، ما نسيبلهمش الموبايل. الموبايل ده نافذه خطيره جدا، او التاب او الايباد زي ما كل واحد في ايده دلوقتي. الطفل اللي عنده 8 9 سنين ماسك موبايل او ايباد او عنده حاجات كتير قوي بتعملها، بالاضافه لان الكمبيوتر كمان كان افضل. الكمبيوتر كان الطفل بيقعد او الولد الصغير بيقعد على الكمبيوتر بيتعامل ببساطه وبيتعامل في بعض البرامج. الموبايل ما فيهوش اي حاجه غير الالعاب. بعض الناس اولادها ما بيبقاش عندها سيم كارد وبيديله الموبايل كلعبه. فطبعا اللعبه اتصنفت بالشكل ده ودول كتير جدا حضرتها، وبعض دول الخليج. انا كنت بحضر مؤتمر هنا في دبي بيتكلم عن خطوره الانترنت للاطفال. اللي الناس ما تعرفوش ان الطفل لحد سن 13 سنه، وده كان يعني. طب بما ان حضرتك جبت سيره المؤتمر، ممكن تقول لنا اهم التوصيات اللي خرجت من المؤتمر؟ يعني اكيد كان في حاجات معينه حذروا منها او تكلموا عنها. اهم حاجه بيتكلم ان مرحله ما قبل 13 سنه للطفل، ودي كان دكتور فيدريك من كندا كان بيتكلم على الموضوع ده، ان الطفل بيعيش لحد سن 13 سنه هو اللي بيكمل معاه بقيه عمره. اي سلوك غير سوي بيتعلمه بيفضل معاه. اي حاجه او تقليد او عاده بيتعلمها، انا مش عاوز ادخل تفاصيل قوي، ولكن اي حاجه الطفل في السن ده او الطفله بيكون ارض خصبه للزراعه. لما تزرع فيه افكار مش سليمه خلاص هي استمرت معاه بقيه عمره ودمرت حياته. فيلعب بشكل عدواني هيفضل عدواني، ولما يكبر هيتاثر بده في حياته الاجتماعيه وفي حياته العمليه وفي حاجات كتير جدا. اقوى توصيه اقدر اقولها اتنقلت عن المؤتمر واللي انا بقولها لكل الاباء والامهات، ولادكم قبل سن 13 سنه ما تبصوش ان الطفل اللي عنده 5 سنين تقولوا ده طفل صغير، هو بيتعرض لحاجات صعبه. لازم تكون الرقابه اكثر شويه، لانه الجيل مختلف كده كده. يعني احنا مش لازم نقول احنا كنا 5 سنين ما بنعملش حاجه ولا كنا فاهمين حاجه، لا هم كل دماغهم مختلفه، هم سمارت اكتر، او ما اعرفش يمكن عشان قدامهم تولز كتير تخليهم عارفين حاجات اكتر عن الحياه اكتر من الجيل بتاعنا بكتير. مش ده بس حضرتك، في فتره الحقبه الزمنيه بتاعت التسعينات لحد بدايه الالفينات كان هو اللي موجود جوه مصر 3 قنوات بيتذاع فيهم حاجات، وبعدين اتطوروا بقوا 7 و8 وتقدر تشوف قنوات محليه. القنوات المحليه بتنقل للاطفال حاجات كتير جدا وبتجبرك تشوفي حاجات، جزء ديني، جزء اجتماعي، جزء رياضي. لكن الطفل لما بيروح في جزئيه ان هو يتفرج بقى على ثقافات مختلفه وعلى افكار مختلفه، وعايز اقول لك حاجه، انت عارفه ان الالعاب دي بتبقى دارسه سيكولوجيه الطفل كويس جدا، وعارفه ازاي تستقطب الطفل، ووصل حالات ادمان. دي نقطه ثانيه كانت في المؤتمر، ان اصبح رسميا في حاجه اسمها مرض ادمان الانترنت ومرض ادمان الالعاب الالكترونيه.
وده من سن كام؟ يعني من سن كام؟ مصحات للعلاج. طب ده ظهر على اطفال من سن كام؟ يعني امتى احس ان في علامات اشوفها في ابني او بنتي واقول لا ده في حاجه غلط، هو كده محتاج علاج، هو مش بس نورمال كيس ان هو بيتابع حاجات او بيتفرج على يوتيوب او غيره او بيلعب ابلكيشنز عاديه، في اكيد علامات مختلفه اشوفها فاقول ان لا هو كده اتاثر ومحتاج ان هو يروح يتعالج. والله عليك حاجه صادمه وصادمه للناس كلها. رئيس مجلس اداره او سي او في اليوتيوب قال ان انا ما بقعدش اولادي على الانترنت او الموبايل تحديدا او استخدام الموبايل اكتر من ساعه في اليوم، وده بدايه من سن 8 سنين. كل الناس اللي سمعانا لو انت عندهم اولاد اقل من 8 سنين اعتقد بيقعدوا 4 و5 ساعات، اخر احصائيه اتعملت في مصر الاطفال بتوصل 5 و6 ساعات على الانترنت. 5 6 ساعات ده رقم كبير جدا، رقم كبير لكهرباء مخ الطفل، رقم كبير لاستيعاب الطفل، بيعمل سمنه للطفل لانه بيبدا ما يتحركش. امتى بقى اقدر اقول ان الطفل خلاص اصبح في مرحله ادمان؟ لما الاقي ان الطفل ما بيخرجش من البيت، بيفضل القعده في البيت عشان يفضل كونكتد بالانترنت، الطفل ما بقاش بيروح النادي عشان يقدر يفضل قاعد طول اليوم على الانترنت. ودي حالات حصلت، ودي حالات اتعرضت في اطفال اصيبت بالسمنه، في اطفال اصيبت بنسبه الذكاء بتاعتهم قلت تقريبا 35%، وكل دي ابحاث علميه موجوده. فاول ما الاقي ابني بيقعد اكثر من ساعه على الانترنت اعرف ان انا عندي مدمن انترنت. طبعا يعني الرقم ده اعتقد كلنا هنستغربه شويه. صح. طب ايه حضرتك العلامات اللي ممكن اشوفها في لعبه او تطبيق معين فاعرف ان التطبيق ده او اللعبه دي مش امن لاولادي؟ سواء روبلوكس او غير روبلوكس، يعني في ابلكيشنز كتير ممكن انا لو شفت فيها حاجه اقول لا دي مش مناسبه ان هي تبقى موجوده على التليفون او التابلت او وات ايفر اللي هو بيستعمله. اقول لحضرتك اول حاجه لما الاقي دي اللعبه فيها اتصال ما بين الطفل واشخاص اخرى، احنا دايما كان عندنا كلمه احنا بنتابع مين بيصاحب اولادنا وبنعرف مين بيصاحب اولادنا. صح مظبوط. فاول ما الاقي كونكشن بين الطفل وناس غريبه لازم اعرف او اعرف بسهوله جدا ان اللعبه دي فيها مشكله، لانك مش تقدر تعمل كنترول. انت النهارده ابنك لو مصاحب ولد او اثنين فانت قادر تعمل كنترول او تعمل فوكس على الموضوع، تشوف الاولاد دي كويسه ولا لا. انما هو كل يوم بيدخل له حد، انت مش تقدري حضرتك تعملي فوكس على الموضوع خالص، لانك مش عارفه مين اللي دخل ولا سنه ايه ولا اي حاجه. هو عالم افتراضي، شخص افتراضي بيتكلم مع ابني او بنتي. فاول اي حاجه نعملها اللعب اللي فيها كونكشن بين الاطفال وناس ثانيه دي تعتبر لعبه غير امنه. يعني الا لو انا ابني فوق ال 18 سنه خلاص هو عارف يميز وعارف بيعمل ايه. دي اول نقطه. الالعاب اللي نلاقي فيها دم وبنستسهل الموضوع ان هو كرتون بس الطفل ماسك حاجه بيقتل حد او بيعمل اي حاجه من التصرفات الدمويه دي بتزود العنف عنده. بالظبط. وبتقتل حاجات جواه ان هو ما بقاش الموضوع سهل عنده، في الفار بانشز عنده هيبدا الموضوع يستسهل الموضوع. نمره عايز. ثلاثه بالظبط. نمره ثلاثه ودي الاهم والاخطر، اشوف ابني بيقعد على اللعبه قد ايه، لان هم دارسين سيكولوجيه الطفل فهو بيقدر يستقطبه ويقعد كتير. لو لقيت ابني ما بيقدرش يبعد عن اللعبه دي يبقى خلاص احنا كده وصلنا لمرحله خطر ولازم نتعامل مع يعني هي طريقه العلاج ازاي؟ دي نقطة مهمة وبرضه كانت دي من التوصيات اللي اتقالت في المؤتمر. أولاً لازم أتكلم مع الطفل وأفهمه خطورة الحاجة دي وألاقي له بديل، يعني لازم ألاقي للطفل بديل عن الشيء اللي هو، لأنه لو أنا سحبت منه زي أي حد بيدمن شيء ما أقدرش أخده منه مرة واحدة، ده مش صح. فلازم يبقى في متابعة من الأب والأم، يعني ده الرجاء اللي بتمناه من كل أب وأم، إن التليفون في إيد ابنك هو أخطر أداة ممكن يتعامل بيها. فيعني بس ياخد باله ويعمل، وفي برامج كتير بتسمح للاب والام ان هم يبقوا كنترول على تليفونات اولادهم ومش شرط بشكل سيء، بس انت بتخش بتحظر بعض الحاجات وبتحظر بعض البرامج تعملها حظر او بلوك وخلاص، وسيبه يكمل حياته عادي، يسيبه يعتمد على نفسه ويستقل بشخصيته، لكن انت واجب عليك تكون موجود.
عشان لو حسسته بالسيطره قوي زياده عن اللزوم ممكن هو يعمل او يلعب اللعبه دي او غيرها من تليفونات ثانيه او اكونتس ثانيه، مش لازم امنعه بشكل واضح قوي. طيب في اخبار كتير دلوقتي انتشرت بتقول ان جوجل قررت ان هي تدفع الارباح بالعمله المحليه، فعايزين نتكلم عن الموضوع ده لان هو عايز اعرف راي حضرتك. طبعا عمل قلق على السوشيال ميديا، الناس اللي هي كانت بتعمل محتوى ومعتمده على ان هو بيجي لها ارباح بعمله اجنبيه، فالموضوع ده بالنسبه لهم كارثه يعني. فخروجا بقى من موضوع الابلكيشنز والاطفال، خلينا نتكلم راي حضرتك ايه في الموضوع ده، وهل هو يعني خلاص اتاكد بشكل رسمي؟ هو اتاكد، وانا واحد من الناس اللي جالي اليومين ده، بس في نقطه لازم تتوضح علشان في ناس بتستغل حاجات لاتجاهات اخرى. هي جوجل قالت انها هتبدا تدفع لكل دوله بالعمله المحليه للدوله. بمعنى انت لو حد الاكونت او الادسنس بتاعك مفتوح من الامارات تقبض بالدرهم الاماراتي، من السعوديه هتقبض بالريال السعودي، ومصر هتقبض بالجنيه. فاحنا بس خدنا الحته بتاعت مصر ان هو مصر بس اللي هيحصل فيها كده. لا، جوجل في الايميل واضح وصريح، بعتت ايميل لكل صناع المحتوى قالت لهم اول نقطه ان كل الدول هتبدا كده. يمكن هي ابتدت بمصر عشان احنا الحمد لله دوله لينا وزن، وعندنا يعني عندنا عدد كبير قوي من صناع المحتوى. بالظبط، عشان تعدادنا كده. نمره 2، هم قالوا ان ده هيبدا من 1/5/2025. النقطة الأخيرة، هو ما حدش خسر حاجة، هو هياخد فلوسه بالمصري بسعر الصرف اللي موجود في الدولة. يعني هو لو عنده دولار، سعر الدولار ده ايكوال كذا، أنت هتاخد كذا، تاخد نفس المبلغ اللي ايكوال سعر الدولار. أنا واحد من الناس شايف إن ده سير جدا، لأن النهاردة إحنا كدولة بنحاول إن إحنا نقوم في ظل اللي إحنا شايفينه ده كله، فمش ناقصين إن إحنا يدخل لنا بقى يعني ناس نواياها سيئه، ان هي مثلا ممكن السوق الموازيه ومش سوق موازيه، وده ما بقاش موجود دلوقتي. فده هيكثف اولا استخدام الدولار في السوق الموازيه. وبعدين خلينا نتكلم، انا بشتغل في دوله وليها قانون، المفروض ان انا بيجي لي دولار بروح اغيره في مسار تجاري، ان انا اغير الدولار. خلاص انت دلوقتي هيجي لك الحساب زي ما انت. وعلى فكره اضيف لحضرتك حاجه، ناس كتير جدا من صناع المحتوى المحترمين كان اوريدي الفلوس اللي بتدخل له هو مترجمها انها تخش على البنك بالفلوس المصري. فالموضوع مش محتاج الضجه اللي الناس عملتها قوي، ومش حاجه وحشه ومصر هي اللي مقصوده بده لا خالص، هو قرار خدته شركه. وبل بالعكس، ممكن يكونوا هم كمان يعني ميتا نفسها او اليوتيوب او وات ايفر عاوز يخلي التعامل بالعمله المحليه. على فكره دي حاجه احنا كنا نتمناها، ان احنا العمله المحليه يبقى ليها قيمه، ان احنا كده يعني عملتنا بقى ليها، زي ما الناس كانت بتقول عاوزه داخله قناه السويس بالجنيه، خلاص انت داخلك بقى بالجنيه، فما فيش اي تاثير. بالظبط، الموضوع بسيط جدا. طب استاذ محمد، تفتكر ده هيقلل من عدد صناع المحتوى مثلا؟ يعني ممكن ياثر على الناس اللي كانت بتعمل محتوى ومعتمده على فكره ان هو بيجي لها عمله اجنبيه من بره، تفتكر هيقولوا لا كده مش نافع معايا الطريقه ان انا اخد فلوسي بالعمله المصري؟ خالص. انت لو كنت بيجي لك مثلا 100 دولار، ال 100 دولار ايكوال مثلا 48 او 4800 جنيه، فهم بيجوا لك زي ما هو. بالعكس، ده انا عايز اقول لحضرتك ان في ناس ده هيزيد بالنسبه لهم، يعني او هيزود فرصه صناعه المحتوى، لان خلاص الموضوع بقى رسمي، بقت بتقبض، الدوله معترفه بيه، الدوله عامله للناس كل الاوضاع اللي تامن لهم شغلهم، عامله قوانين علشان السوشيال ميديا، كان لازم يبقى ليها قوانين علشان ما تبقاش مطلقه كده لاي حد. فبالعكس، انا شايف ان صناع المحتوى ما شاء الله في مصر بيزيدوا وهيزيدوا. استاذ محمد، شكرا على المعلومات المهمه اللي قدمتها لنا النهارده في حلقتنا، ودايما كده نتمنى ان احنا نكون مركزين في كل التفاصيل، مش اي حاجه يا جماعه، تكنولوجيا ومبسوطين ان ما شاء الله اولادنا عارفين يتعاملوا في الموبايل وبيعرفوا يفتحوا كل الابلكيشنز، والله دول متطورين عننا، لا لازم يبقى في رقابه ولازم نبقى بنشوف ايه اللي بيحصل، لانه ممكن اي حاجه بسيطه سواء ابلكيشن او لعبه او غيره ممكن توصلنا الكوارث بعد كده لقدر قدر الله. فركزوا مع اولادكم وركزوا في الابلكيشن، ودايما خليكم اب تو ديت ومتطورين علشان تعرفوا تواكبوا الدنيا. التكنولوجيا زي ما هي فيها حاجات حلوه فيها حاجات وحشه، مش هنقلل من ده ولا هنقلل من ده، بس نعرف ننتقي اللي احنا بنتعامل بيه. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا.
رجعنا لكم تاني ووصلنا لفقرة الأخبار اللي هنبتدي فيها مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو. بس الخبر ده مش عن الكورة خالص. اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم المشهور جدا عالميا بيدور دلوقتي على موظفين للفندق بتاعه اللي في أسبانيا وتحديدا في مدينة مدريد. وصراحة فرصة الوظيفة دي ما تتعوضش أبدا، والعقود للموظفين هتبقى عقود دايمة، يعني مش بمدة معينة. طيب هو بيدور على ايه؟ بيدور على مشرف، مساعد بار، موظف استقبال. بس الشرط الاساسي اللي كاتبه في الوظيفه دي هي اللغه الانجليزيه، انك تكون بتجيد اللغه الانجليزيه، ويفضل انك تكون كمان واخد كورس في شغل الفنادق. طيب المميزات بقى، تعالوا نتكلم عن المميزات اللي مقدمها النجم كريستيانو رونالدو للناس اللي هتشتغل. حاطط لهم تذاكر للمطاعم الموجودة في الفندق، وكمان سعر الغرف في الفندق هيكون مخفض لو كانوا عايزين يقيموا في الفندق. والمرتب بقى ما اقولكمش، 2300 يورو شهريا، يعني تقريبا حوالي كده 124 ألف جنيه مصري. طب والأجازات بقى؟ 30 يوم أجازة في السنة، وكمان في أكسترا 20 يوم زيادة، يعني حاجات بقى اللي هو تعب، حصل مشكلة، سيك ليف، الحاجات اللي احنا عارفينها بتوع الاتش ار هيبقوا مركزين قوي في القصة دي. فإجمالي الأجازات 50 يوم في السنة، طبعا غير مكافأة عيد الميلاد، يعني لما يبقى عيد ميلادك هينزل لك مكافأة مختلفة، وخصم 25% على المطاعم، وكمان تأمين صحي موجود ليك مدى الحياة ومن غير أي مصاريف بتتخصم من مرتبك. طب والنبي محدش يعرف نملى الابلكيشن منين للوظيفه دي؟ الخبر التاني اللي معايا النهارده هو عن محل شاي صيني وقع في ورطه بسبب دعايه عملها العاملين الموجودين في المحل. عملوا فيديو كده كان موجود فيه العمال اللي موجودين في المحل، مفروض ان هم فاكرين ان ده فيديو مضحك، بس الفكره ان الدعايه اللذيذه والمضحكه دي اللي كانوا فاكرينها تكسر الدنيا، لا هي قلبت الناس عليهم. وبعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا ظهر في ناس كتير قوي معترضه على الفيديو ده. طب الفيديو ده كان عباره عن ايه؟ هم كانوا لابسين الزي الرسمي للمطعم ده او لمحل الشاي، وحاطين وشهم في الأرض، وكانت إيديهم مقيدة أو مقفول عليها بالكوب هولدرز اللي هي الورق المقوى اللي بنحط فيه كوبايات الشاي، وكانت على رقبتهم يفط بتقول الغلطات أو الجرائم اللي عملوها. هم عملوها بشكل كأنهم مسجونين أو بيتعاقبوا على حاجة معينة. في حاجات كتير قوي كانت مكتوبه، حاجات مضحكه، يعني انا نسيت احط السكر في الشاي، انا الشاي ما كانش سخن كفايه، يعني شويه حاجات هم كانوا فاكرينها كوميديه. بس الفيديو ده في ناس كتير شافته ان هو شكل مهين او مش حاجه حلوه، فالمحلات او سلسله المحلات دي اضطرت تشيل الفيديو، وقدمت طبعا اعتذار رسمي، قالوا احنا اسفين، كنا فاكرين ان الفيديو ده مضحك مش اكتر، لكن الموضوع اتقلب علينا. اما الخبر الثالث عن مهنه قديمه ابتدت تتلاشى في زماننا ده، وهي مهنة راعي الغنم. علشان كده في راعي غنم أو مربي أغنام في تركيا عرض مغري جدا علشان يلاقي حد يساعده في رعاية الأغنام. ده موجود في تركيا، ولأن تركيا بقت تعاني من نظرة الشباب اللي مش عايزين بقى يشتغلوا الشغلانات البسيطة أو القديمة دي. في شخص اسمه نور الدين راعي أغنام عرض شغل علشان يلاقي راعي أغنام، قال في راتب مغري جدا وكبير، وفي مميزات تانية للوظيفة دي. الراجل ده قال إن هو اضطر يبيع عدد كبير جدا من الأغنام اللي عنده علشان مش لاقي حد يرعاها أو يربيها. طب المرتب قد إيه؟ هو 70,000 ليرة تركية، يعني حوالي 2000 دولار شهريا. وكمان قال بقى علشان يسلي الشخص ده وما يخلوش متضايق، قال انا هديله تليفون فيه 30 جيجا بايت شهريا ودقايق ورسائل وحاجات كتير. وكمان قال ان هو هيتكلف باكله وشربه والمكان اللي هيسكن فيه علشان ما يحتاجش يصرف اي حاجه من فلوسه او مرتبه. ومع كل ده اعتقد ان هو لحد دلوقتي ما لقاش اي حد يتقدم للشغلانه دي. بكده تكون خلصت اخبارنا النهارده، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا.
اتصدرت الفنانة مريم الخشت الترند الأسبوع ده بفرحها اللي كان مختلف، وجوزها شاب من خارج الوسط الفني، وكانت إطلالتها بالفستان الأبيض ناعمة ورقيقة، وكمان أجواء الفرح كانت هادية وبسيطة وسط العيلة بحضور الأصدقاء والمقربين. وخلال حفل الزفاف ظهرت مريم وهي بترقص مع زوجها وملامحها عليها السعادة والفرح وسط الحاضرين اللي شاركوهم فرحتهم. وكمان حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف، منهم أسماء جلال وكريم قاسم وبسنت شوقي وجميلة عوض وسارة عبد الرحمن. والفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا كان كلها بهجة وفرحة، واتمنى لها الجمهور السعادة والفرح وحياة زوجية أبدية. أما ترند تاني اللي عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا هو اعتزال النجم الكبير الزعيم عادل إمام الفن بشكل نهائي، وده اللي خلى الجمهور في حالة حزن لكنهم اتمنوا له السعادة والصحة. واللي أكد خبر الاعتزال هو عمر مصطفى متولي ابن شقيقة عادل إمام ونجل الفنان الراحل مصطفى متولي، وقال الزعيم عادل إمام زي الفل بس هو اعتزل الفن وما بيفكرش في العودة للوقوف أمام الكاميرات، ووصف القرار ده بأنه لا رجع فيه باقتناع من الزعيم نفسه. وقال كمان أن الزعيم عادل إمام مش بيتأثر بكلام السوشيال ميديا اللي بيطلع عليه من إشاعات والكلام عن حالته الصحية السيئة، لكن اللي أزعجه هو شائعة إصابته بالزهايمر أو غيره من الأمراض أو أنه يتوفى. وختم كلامه بأن كل ما يتردد حول تراجع الحالة الصحية لخاله الزعيم عادل إمام ملوش أي أساس من الصحة، وأكد أنه بصحة جيدة وبيقضي وقته مع أسرته وعيلته وأحفاده وبيتابع بشكل جيد كل اللي بيدور في الوسط الفني والحياة بشكل عام. الفنانة إيمي سمير غانم كانت شاركت متابعيها بمقطع فيديو ليها من داخل إحدى المستشفيات وهي على جهاز الأكسجين، وده اللي أثار قلق الجمهور عن حالتها الصحية وإيه سبب الأزمة الصحية المفاجأة اللي تعرضت ليها. نشرت الفنانة إيمي سمير غانم الفيديو على الأكاونت الرسمي بتاعها على تيك توك، وعليه كوبليه من أغنية اخترناه وهو لا هيديني ولا يرقيني ولا في مصلحة بينه وبيني، وعلق زوجها الفنان حسن الرداد قال لها ألف سلامة. وظهر بعدها حسن في لقاء في برنامج تلفزيوني وقال بصراحة هي لسه تعبانة وإن شاء الله تبقى أحسن، وقال إنها مازالت بتعاني من حساسية الصدر، وأكد إنها متواجدة في بيتهم ولم يتم نقلها إلى المستشفى زي ما في إشاعات كتير قالت كده. وأسرة برنامج عيش سعيد بتتمنى ليها الشفاء العاجل والصحة والسعادة دايماً. أمال ماهر قدمت أغنية مصر الكرامة والعزة ضمن فعاليات الاحتفالية للندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كانت بإطار احتفالات مصر بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وفي إطار احتفالات مصر بالذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، علقت الفنانة أمال ماهر على مشاركتها وكتبت على حسابها على موقع إنستغرام: تشرفت بالمشاركة في الندوة التثقيفية الأربعين ضمن احتفالات مصر أكتوبر المجيد. وأعلن المؤلف الموسيقي كريم عبد الوهاب عبر صفحته على موقع فيسبوك وكتب: أغنية جديدة للفنانة الكبيرة أمال ماهر في الندوة التثقيفية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم 51. أغنية مصر شعب جيش 3 حروف، كلمات الشاعر الكبير محي حوار، وألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب. والأغنية اتصدرت ترند بسبب كلمتها اللي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. أشعل مطرب المهرجانات أوكا حفل غنائي شارك فيه الأيام اللي فاتت وحضر الحفل الآلاف من الجماهير، وشاركت في الحفلة كمان النجمة روبي بحضور مميز جدا واحتفلت مع الجمهور بعيد ميلادها، وكمان النجم رامي صبري اللي شارك بمجموعة من أشهر أغانيه. ولكن اللي لفت نظر الجمهور في الحفلة هو ظهور أوكا بلوك جديد ومختلف، لأنه كان لابس بدلة سودة غير تقليدية خطفت أنظار كل الجمهور وهي بلمسات الستايلست كالوشا. وقال الجمهور عن البدلة إنها مدرقعة خلت أوكا يظهر بأداء كأنه في هوليوود. وتفاعل الجمهور مع أغاني أوكا بداية من دخوله الحفلة بأغنية 1991 وكمان باقي الأغاني اللي خلت الجمهور كله حماس. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا ونستقبل ضيفنا اللي منورنا النهارده في استوديو عيش سعيد. وصراحه انا مستمتعه جدا بالفقره النهارده لان انا بحب المزيكا وبحب اسمع، تحديدا كمان الالات الوتريه ليها مكان كده خاص في قلبنا لان هي من احلى الالات الشرقيه اللي فعلا لما تسمعها تحس ان انت رحت لمود تاني. منورنا النهارده عازف العود المميز جدا وصاحب مشروع مميز اسمه حاله عود. منور
منورنا العازف مايكل أنسي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بيك. في البداية كده عايزة أتعرف على القصة اللي ما بينك ما بين العود، بدأت إزاي؟ عايزة أعرف كده من إمتى حبيت الآلة الصعبة قوي دي، وأنا عارفة أنه اللي بيمسك العود ده في حتة تانية، يعني ليه كده حب للمزيكا مختلف، فتعرفتوا على بعض إزاي والعلاقة دي بدأت إزاي؟ أنا علاقتي بالموسيقى ابتدت من قبل العود، من صغري وأنا متربي في الكنيسة على الألحان والترانيم، فأنا وفي البيت كمان إحنا عيلة. صوتك حلو؟ فنية يعني، كان خلاص عشان عوامل الزمن. طالما قلت ترانيم فأكيد صوتك يعني شوية حلو. يعني بأدي فبطبيعة الحال وداني شغالة، وفي البيت برضو بيت نوعا ما موسيقي، فعلاقتي حبي بالموسيقى ابتدى من وانا صغير. وبعدين مرة كان والدي مسافر ورجع جاب لي أورج كده زي ما كل الأطفال أهليهم بتجيب لهم، فبقيت ألعب عليه بإيد واحدة بحكم أن أنا وداني شغالة، بس حسيت انه في حاجه ناقصاني اللي انا بقوله مش عارف كان بيطلع منك حاجه ساعتها. بيطلع بس الطريقه اللي انا بقول بيها مش عارف اترجمها بالاله دي. أوكي. فحسيت ان ده في حاجه ناقصه، فلغايه لما بقيت اكبر شويه واسمع وانفتح على الموسيقى بشكل اكبر، فحسيت ان انا لما سمعت عود حسيت ان انا عايز ده، ليه مش عارف. ومره كنت بتكلم مع والدي انت ليه مش بتجيب لي عود، ما تجيب لي عود واجرب بس. لغايه لما يوم صحيت من النوم لقيت في الصالون عود بس، ودي يعني زي لما حد يحب حد كده الحب من اول نظره بالظبط. من ساعتها كان وقتها كنت كبير، كان عندي 20 سنه. ايه ده 20 سنه؟ طب اتعلمته ازاي ده؟ مش حاجه سهله ان احنا نلاقيه في الصالون فنتعرف عليه ونحبه ونعزف عادي. يعني طبعا كنت عارف انه مش سهل، لانه اللي بيبتدي بقى بيبتدي صغير 7 سنين و10 سنين فكنت 20 سنه كنت في تانية كليه ساعتها، وما فكرتش في اي حاجه غير ان انا عايز اتعلم ده كما يجب من حبي فيه مش اكتر. فقعدت من سنه 2005 لسنه 2010 ل 2015 اسف 10 سنين بعلم نفسي بنفسي، وبعمل كل حاجه في الدنيا تخليني احاول اتطور وابقى احسن. مش من يعني اتعلمت فعليا مع نفسك خالص اول 10 سنين. أول عشر سنين. بعدين 2015 دخلت بيت العود العربي اللي هو في الحسين اللي مؤسسه الفنان الأستاذ الكبير نصير شمة. طبعا. ودرست هناك سنتين وتخرجت سنة 2017، وهنا بقى قدرت أقول على نفسي إنه لا، الموضوع خلاص خرج بره نطاق الهواية، بقى في يعني نقدر نقول نوعا ما الموضوع بقى احترافي يعني. طب انت فرقت معاك في إيه الدراسة؟ انت بقالك 10 سنين مثلا بتتعلم لوحدك وبعدين اتعلمت سنتين، فرقوا ايه بقى السنتين دول عن العشر سنين اللي انت كنت بتتعلم فيهم؟ حاجتين مهمين جدا، التوجيه انه اوكي انت يعني الواحد لوحده بالتجربه والخطا وبيحاول يعلم نفسه، بس التوجيه مهم قوي انه انت تقعدي قدام استاذ ويقول لك فين الاخطاء، فين المفروض نشتغل عليه بشكل اكاديمي، فده ياخدك بقى في سكه تانية خالص انه بتصححي اخطاء بشكل مظبوط. وحاجه تانية انه بيت العود العربي بيتميز بانه فيه ثقافات مختلفه جدا من كل الدول العربيه. فانت وانت قاعده بتنفتحي على ثقافات من ليبيا ومن المغرب ومن فلسطين ومن الاردن، وانواع مزيكا مختلفه فدي لوحدها مذاكره، غير المذاكره الاكاديميه، مذاكره السمع ومذاكره ان كل واحد ليه طعمه ولونه والطريقه اللي بيلعب بيها وثقافته واغانيه. فيعني كانت يعني نقدر نقول العشر سنين الأولين دول رحلة، والسنتين دول رحلة مختلفة تماما، يعني فرقت بشكل كبير طبعا. طيب عايزة أنا تعرفت على أستاذ مايكل، عايزة أتعرف على العود بقى، نتعرف عليه هو كده شخصيا، نسمع منه أي حاجة يقول لنا أي حاجة. طيب ده مؤلف اسمه بيك بعيش، لأنه الله هو مصدر الحياة، فإلى الله يعني أنه بيك بعيش. Thank you.
ممكن اسقف عادي على فكره. ما اعملهاش دايما بس ممكن اسقف عادي. جزء منها يعني. طيب عايز اسالك سؤال جه في بالي دلوقتي، ازاي احنا دايما لما بنسمع مزيكا او بنسمع بقى اغاني اكتر بنتاثر بالكلمات، هي دي اللي بتاثرنا او بنتاثر بيها، بتفكرنا بموقف معين او غيره، لكن ازاي بتعرف انك تخلي الانسان يتاثر بمزيكا من غير لحن بس، مش ما فيهاش ولا كلمات ولا فيها حاجه حد فاهمها، صعبه ان انت توصل له السنس ده. هو ده كان التحدي بعد ما اتخرجت وحسيت انه في احتياج ان انا اعمل مشروع موسيقي، مش بس انه جات لي فكره حاجه عايز اعملها، لا حسيت انه ده احتياج. شفت معظم المشاريع الموسيقيه اللي كانت العود اللي هو البطل فيها، شفتها نوعين، نوع موسيقى آلية جدا اللي هو موسيقى متخصصه جدا نقدر نقول، وشفت موسيقى تانية موسيقى غنائيه لايت ميوزك، مصاحبه الاغاني وتقفر حاجه من هذا القبيل يعني. فحسيت انه ليه العود ما يكونش بطل في مشروع بيتكلم عن مواقف حقيقيه، احاسيس كلنا بنحسها، مشاعر، حالات ذهنيه كلنا بنمر بيها، ويمكن ده الغرب بنى عليه موسيقته، واعتقد انه هي لسه عايشه لغايه دلوقتي من المنطلق ده، انه كل المؤلفات العظيمه اللي عايشه هي وراها حكايات حقيقيه، مش حكايات تخيليه من خيال المؤلف، لا هي قصص واقعيه حصلت. وده اللي خلاني ابتدي اعمل مشروع حاله عود، ان هو بيحكي فعلا قصص حقيقيه حصلت معايا، وكان كلها يمكن المؤلفات كلها بعد جت بعد المواقف دي والحالات دي، فحسيت انه يمكن المتلقي هيشوف ده بشكل حقيقي جدا، ان هي كلها حكايات حقيقيه. وده التحدي، انه ازاي توجهي المستمع لخيال ما بس بالنوتات الموسيقيه من غير كلام. يعني انت جمعت كل التجارب بتاعتك والقصص وكله في المشروع ده؟ كل ما كان يحصل حاجه ديورنج الاحداث نفسها، كان مثلا تحديات زي طيب الحياه العمليه ولا الموسيقى، فما لاقيش اجابه، تطلع موسيقى مثلا اسمها مفترق طرق. شفت مثلا مراتي لما كانت حامل وقد ايه الموضوع صعب وقد ايه المراه بتتحمل العبء الحمل ده وكده، ما قدرتش اعمل حاجه ملموسه، طلع موسيقى اسمها كوني بخير. كله ابني لما كان عنده 3 سنين وابتدى يبقى فيه بيني وبينه علاقه، ما قدرتش اترجم العلاقه دي باي حاجه غير بموسيقى اسمها حياه. قرارات الانسان، اختياراته، انه دايما لما تبقى محطوط في اختيارات، انه اختياراتك دي هيترتب عليها حاجات بعد كده انت لازم تبقى مسؤول عنها او ترجع عنها، او في حاجات تانية خلاص مضطره تتعايش معاها، طلع مؤلف اسمه اختيار، وهكذا، كلها حاجات حقيقيه من الواقع يعني. طب كان في احتفاليه لمرور 5 سنين على المشروع العظيم ده، واحنا كنا موجودين هناك، فخلينا نروح نشوف الاحتفاليه او جزء منها ونرجع تاني. اكيد. في ليلة عنوانها البهجة والإبداع والتنوع الموسيقي، أحيا باند مود أوف عود حفل موسيقي بالجامعة الأمريكية بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسه. الحفل شهد إقبال كبير من متذوقي الموسيقى ومتابعين الباند اللي بيجمع بين أعضاء عازفين محترفين لآلات موسيقية مختلفة ومتنوعة. مود أوف عود عامة مشروع شغال بقاله من 2020 تقريباً، هو مايكل أونسي اللي بدأ، وأنا قابلته بعدها بحوالي سنة أو سنة ونص. مايكل بدأ بيعمل مؤلفاته، مؤلفات خاصة بيه هو، كل أي موقف أو أي حاجة بيحس بيها بيبدأ يحولها لحاجة على العود، لفكرة على العود. طول عمري شغفي وحبي للتوزيع والتأليف، فتقابلنا في الحتة دي، هو برضو بيحب يألف وأنا بحب ألف، بدأنا نتكلم إزاي ممكن نحول شكل المشروع ده لأنه يبقى فيه أوركستريشن وفيه وتريات ويبقى شكله كبير، مش مجرد أنه العود ومعاه مثلا مصاحبة بآلة أو اتنين. إحنا الفكرة كلها أنه مايكل من خلال المؤلفات بتاعته بيحب يوصل حالات شعورية معينة من experiences هو عدى بيها، فكل اللي احنا عايزين نقدمه للناس انه العود يخرج بره القالب المعتاد الطبيعي بتاعه لشكل فيه تعبير اكتر مع الانسامبل من الفايلنز والشلوهات والوتريات عامة، فتدي بعد مختلف في الاحساس بالموسيقى اللي طالعة، ونتمنى الناس يوصل لها الاحساس والشعور اللي كان مايكل قصد يعمله من خلال التأليف بتاعه.
الصفات كلها رائعة، لمستني شخصيا، مختلفة متنوعة، يعني صعب لما بيبقى فيه مزيكا تلمس إحساسك على طول، توصل هو إيه اللي عايز يقوله من الحالة بالظبط، فهي فعلا حالة عود يعني، فأنا مبسوطة جدا. مشروع هايل جدا، مزيكا معموله بطريقه جميله. انا اصلا مايكل صديقي من زمان يعني، فانا بحييه جدا على الفكره اللي هو عاملها دي، هي فعلا حاله بجد ممتعه ان هو عامل فكره جديده بشكل مختلف وعاملها يعني بشكل فعلا الناس تستقبلها بطريقه كويسه. يعني على مدار 5 سنوات نجحت الفرقه في اثبات نفسها الى قاعده كبيره من جمهور مختلف الاعمار والجنسيات. ودايماً بيكون العزف على الأوتار قريب من الودن وبيخترق القلوب، خاصة لما يكون من مود أوف عود. مفيش جمال كده الصراحة. أنا بشكركم بجد على التقرير الجميل ده. طبعا هو الشكر ليك للمزيكا الجميله اللي انت بتعملها، وعايزه كمان حسيت كده ان كل الناس بتتكلم ان هي حاله، او هو مود في عود او حاله عود، بس هي حاله، المزيكا نفسها حاله. شفت ردود الافعال بقى بتاعت الناس ازاي، وكان الناس بتقول لك ايه بعد الحفله الخطيره دي والمزيكا الحلوه دي؟ هو الحقيقه يعني الواحد بجد شايف ايد ربنا وبركه ربنا جامد جدا في الحفله دي، يعني يمكن دي من انجح الحفلات اللي عملناها خلال ال5 سنين اللي فاتت. هو المشروع بدا 2019 مش 2020. ويمكن ابتدينا بسكيل صغير جدا، كنا 3 عازفين في الاول، كنت انا وعماد اللي هو البازيست اللي هو بيتكلم، وكان معنا ايقاع بس كده، وعملنا كذا حفله بالشكل ده، وفوجئنا انه من تاني تالت حفله الموضوع ابتدى يبقى فيه حضور كبير والناس متفاعله مع الفكره، فحسيت انه لا لازم نكمل نطور اكتر. فابتدينا بالظبط زي ما فراس كان بيقول اللي هو البيانيست اللي موزع علينا المشروع كله، ابتدينا بقى نكبر شويه، نحط تشيلو بس ونسمع، بعدين نزود فايولين كمانجا نسمع، بعدين نحط البيانو، بعدين يعني واحده واحده لغايه لما بقينا مثلا انسامبل اللي هو مجموعه بس، مثلا كلارينت انون فايولين تشيلو، لغايه لما وصلنا لهنا حسيت انه لا في بقى مرحله جديده لازم تبدا، اللي هي الكتابه للاوركسترا بشكل كامل يعني. طب عايزه اسال حضرتك سؤال برضو، هي الفكره الاساس عود مظبوط، بس انا شايفه الات كتير قوي بتساعد، هل وجودها مهم؟ يعني انا دلوقتي لو عملت ماينس لكل الالات دي، شلتها وخليت العود بس اسمعه، هتاثر على الحفله، هتاثر على اللحن، هتاثر على حاجات كتير، على الحاله اللي الناس واصله لها دي؟ نقدر نعمل كده، بس الفرق بين ده وده عامل زي لما نشوف حاجه ب 1 دايمنشن ونشوف حاجه ب 5 دايمنشنز 5 دي مثلا، مش حتى بس 3 دي، لانه الحكايه لما بتتحكي من زاويه واحده اوكي بتوصل وبتبقى مؤثره وكل حاجه، ونقدر نعمل كده، بس تخيلي لو الحكايه بتتحكي لك صوت وصوره وفيجوالز وحكايات وكلام وكل حاجه مع بعض، فبتبقى مؤثره، لانه مثلا انت سامعه زي ميني تخت اللي هو الصوت الشرقي بتاعنا، العود والناي والايقاعات الشرقيه، وسامعين كومبو اللي بيسموه الكومبو الغربي اللي هو البيانو والدرامز والبيس جيتار، وسامعين البعد الكلاسيك اللي هو اللي اقدر اقول عليه الميني اوركسترا، ان احنا كان معانا على المسرح ميني اوركسترا اللي هو ممثل عن كل قسم، اللي هو الكمانجا الاولى، كمانجا الثانيه، فيولا، تشيلو، كونتر باس، فاحنا معانا الموضوع من كل الزوايا، وستيل العود هو اللي بيحكي. فما بالك لما العود بيكون بيحكي في وسط الباك جراوند، يعني مثلا لما حد بيكون راوي مثلا بيحكي حكايه، احسن تسمعيها وهو بيحكي كده لوحده كلام طبعًا. ولا بيبقى في باك جراوند ميوزك، ويا سلام لو في منظر طبيعي وراه، هي نفس الحكايه بس تاثيرها بيكون اقوى. اوكي طيب، احنا دلوقتي معانا السولو نفسه، ممكن نسمع منه حاجه دلوقتي؟ ده مؤلف جديد اول مره نلعبه في الحفله اللي فاتت دي، اسمه تيل وي ميت اجان، الى ان نلتقي مجددا.
مفيش كلام يتقال، مفيش كلام يتقال. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. استنونا ما تروحوش في اي حته. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا ولسه مكملين كلامنا وبنسمع احلى مزيكا مع العازف مايكل أنسي. عايز اسالك على اختيارك لاسماء المقطوعات اللي بتعزفها. حسن موضوع مهم قوي بالنسبه لك الاسم، وهل انت بتختاره قبل ما تالف المقطوعه ولا بعد ما بتخلص تاليف المقطوعه فبتحس لا انا دي كنت بفكر في كذا ساعتها وممكن يبقى ليها اسم في بدايتها وبعدين تغيرها تاني؟ يمكن على عكس السائد انه حد بيألف موسيقى ويقول الله حلوه دي نسميها ايه بقى؟ لا، يمكن الموضوع معايا بالعكس، انه هو الموقف ده حاصل ان انا مثلا قدامي طريقين لازم اختار منهم، ففي مؤلف دلوقتي هيطلع اسمه مفترق طرق بيزد اون الموقف اللي انا عايشه، بيزد اون الحاله اللي حاصله، بيزد اون التفكير اللي انا بفكره، فلا هو الاسامي دايما بتطلع في الاول. ومش فاكر انه في حاجه كان ليها اسم وتغير، لانه زي ما بقول لك هي مش حته موسيقى حلوه فعايزين نسميها اسم من وحي مثلا كتاب انا قريته او من وحي منظر جميل شفته، هي كلها حاجات حقيقيه بيزد اون مواقف حقيقيه، فهي يمكن متسميه من قبل ما تتالف يعني. طب خليني اسالك سؤال تاني، علشان تطلع معاك مقطوعه حلوه زي يعني المقطوعات اللي سمعناها من شويه بتاخد وقت قد ايه علشان انت كمان تبقى مقتنع بيها؟ لان انا بتهيألي في حاجات بتقعدوا تغيروها وتشطب وترجع تكتب تاني في النوتة او تحس لا ان دي مش زي ما انا عايز، انا عايز اعدل فيها تاني اكتر، فبتاخد معاك وقت قد ايه؟ يعني هو في حاجتين بيحصلوا، في فكرة بتطلع نتيجة للحالة اللي حصلة، الفكرة دي ممكن تكون مثلا المقدمة، الحاجة التيمة الرئيسية، بعدين اللي هيحصل بعد كده حاجه من الاثنين، يا هيكون التأثير جامد قوي فانا مش قادر اعمل اي حاجه غير انه لازم دي تخلص دلوقتي، فبالتالي مش بتخلص عشان عندي ميعاد تسليم، هي بتخلص عشان الحاله مسيطره قوي وقويه جدا فمش قادر اعمل اي حاجه غير ان انا احاول اخلصها، فبتاخد مثلا ايام عقبال ما تخلص، يا اما في حاجه تانية خلاص هي الفكره طلعت ومش يعني بتتساب بقى شويه، ممكن شويه دول يبقوا اسابيع، ممكن يبقوا شهور، ممكن يبقوا سنين. يعني المؤلف اللي هنختم بيه ده مؤلف بدايته طلعت سنه 2010 وكمل من شهور، مش ان انا كل ده بشتغل عليه. لا لا انا عارفه، بس انت ركنته مش زي ما بيقولوا بالظبط واتساب وبعدين ايه ده ما طلع الشراره بتاعه ان هو يلا نكمله، فهي مش حاجه ثابته لان هو زي بالظبط زينا، يعني ممكن يبقى احساس قديم ورجع رجالنا، ممكن يبقى حاله انا مش عارف اخرج منها، فزي يعني بحسها زي مرحله الحمل والولاده. يعني ممكن تبقى حاجه لسه في الشهر الاول الثاني ما تكونتش، حاجه خلاص في الاواخر لازم تطلع دلوقتي، فهي كله بيعتمد على ايه اللي حاصل، ايه اللي مسيطر في الفتره دي. طيب عايز اسالك، بما انك بتعمل حفلات كتير تخص المزيكا واكيد كمان بتحضر حفلات تخص المزيكا عشان تعوز تسمع زي ما انت بتعزف كده، فشايف احنا الجمهور المصري وتحديدا اللي هو بيكون موجود في الحفلات دي خلاص بقى، يعني في ناس بتروح علشان تسمع مزيكا بس، انا مش رايح احضر حفله لفلان المطرب اللي انا بحب اسمعه او المطربه اللي انا بحب اسمعها، لا انا رايح اسمع المزيكا بس، فالثقافه دي بقت موجوده فعلا وبقت الحفلات دي بقى فيها عدد كبير من الناس؟ اقول لك ان الثقافه دي موجوده وموجوده من زمان، بس يمكن زي ما انا بقول دايما هي لي اكتر حد كان الثقافه دي متعارف عليها وان كل الناس بتروح تحضر طبعا الموسيقار الكبير عمر خيرت. بالظبط يعني بالظبط ويمكن ده هياخدني للنقطه الثانيه، انه الموضوع محتاج تسليط ضوء اكتر على المشاريع الموسيقيه اللي زي دي، لان الجمهور يعني اهو الحمد لله مثلا حفله زي دي اقدر اقول ان هي حفله تقيله على ودان المستمع، انه يجي يحضر حفله كامله ساعتين كلها مؤلفات اصليه جايز ما يعرفش منها اي حاجه وما يعرفش بتقول ايه ولا ايه الاستفاده منها غير انه جاي عايز يتعرف على الموسيقى دي، فالجمهور موجود والودان ستيل الحمد لله موجوده وكل حاجه، بس يمكن
محتاجه من الـ من 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 المنظومه نفسها انه تسلط ضوء على حاجات زي كده اكتر، ومحتاجه من الناس اللي عندهم افكار زي دي ان هم ما يقاسوش، يعني نفضل نحاول لغايه لما في وقت ما خلاص هتبقى دي حاجه كبيره والناس حباها. فلا انا بشوف اللي عندنا جمهور كبير مثقف وواعي وفاهم كويس جدا، والدليل اهو، مش يعني انا مش بخترع العجله، هي دي حاجه موجوده. وزي ما انت قلتي بالظبط، يعني حفلات موسيقار عمر خيرت التذاكر بتخلص قبليها بشهور يعني، صح. فلا جمهور موجود وعنده استعداد انه يسمع النوع ده. طيب الجمهور ده ممكن كمان مش بس يسمع في حفله، ممكن مثلا لو قررت ان انت تعمل البوم موسيقي يبقى الناس بتسمعه او يعني طبعا هو دلوقتي ما بقاش فيه قصه ان احنا نشتري السي دي، يعني بن داونلود اونلاين على اي بلاتفورم. فهل شايف ان ممكن نعمل البوم موسيقي بس ويلاقي نجاح؟ ممكن جدا، ممكن جدا، انه هو نفس المستمع اللي عنده الذوق انه يروح يحضر حفله، طب ما هو اسهل له يدور على هذه النوعيه من الموسيقى ويقعد يسمعها، سبيشلي لو هي فيها رساله. انا بشوف ان ده ارقى انواع الموسيقى، اللي هي الموسيقى اللي بتقول مسج. يعني مش بقول ان ده احسن حاجه، لانه كلمه احسن واوحش مش بحبها في الموسيقى، كل هي أذواق يعني، كل واحد عايز يسمع اللي يسمعه. بس انا بشوف دي اعظم رساله للموسيقى، اللي هي الموسيقى اللي تعيشك جوه حاله وتوصل لك مسج معينه. الفتره اللي فاتت كان في اغاني كتير سمعناها من مطربين مشهورين كان آلة العود هي البطل الأساسي في المزيكا بتاعت الأغنية. عايزة أخد رأيك كده كمستمع، شفت إيه أكتر أغنية عملت القصة دي بشكل صح وكان أنت كنت راضي عنه؟ صدقيني في أغاني كتير بسمع فيها سولوهات عود حلوة، بس خليني أقول مش هقدر أقول أنه بسمع أغاني العود فيها البطل، يعني لسه الناس مش جريئة انه تعمل كده قوي. مش عارف بقى، بشوف ده راجع لخوف من الانتشار، او يعني انه خايف ما تفرقعش زي ما الحاجات تفرقع. بس ما يعني ما سمعتش حاجات، بسمع مثلا سولوهات عود يعني في الفواصل بس انه اغنيه قايمه على عود يعني نادرا جدا، واتمنى ان اشوف ده في الفتره الجايه يعني. ان شاء الله. طيب عايزة أعرف بقى الجديد، يعني حسن أكيد عامل بلان مثلا عندك حفلات معينة، هتعمل أي إيفانت، هتنزل مقطوعات موسيقية بشكل مختلف على بلاتفورمز، حاطط لنفسك بلان إيه للفترة الجاية؟ يعني أنا من فترة بدأت في إنه الموسيقى دي تتسجل في الاستوديو بشكل مظبوط، بروفيشنال يعني. وفي كذا حاجة نزلت وبكمل في السكة دي، فدي حاجة. حاجة تانية النوع ده من الحفلات، يمكن دي تاني حفلة نعملها بالشكل ده، بس دي يعني كانت أكبر شوية من السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت برضو رحنا عملنا في الجامعة الأمريكية، بس كان في التجمع الخامس، وأنا بشكرهم طبعا على استضافتنا بالشكل الكبير ده وجرأة كبيرة منهم، بشكرهم عليها. ودي تاني سنة هناك، ويعني مكملين بقى في الخط ده شوية في هذا الحجم من الصوت شويه، لغايه لما ان شاء الله اللي جاي بقى ان احنا يعني البروجكت يتلعب مع فول اوركسترا كامله، مش وتريات بس، وتريات ونحاس وخشب، ويعني كلاسيك اوركسترا يتلعب معها المشروع بشكل كامل يعني. فكذا حاجه شغالين عليه ان شاء الله. طيب استاذ مايكل انا بشكرك جدا، حضرتك نورتني النهارده في عيش سعيد. شكرك. وطبعا اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بالحلقه، ولسه هتستمتعوا اكتر لان استاذ مايكل هيعزف لنا حاجه مقطوعه في الاخر كده دلوقتي هيختارها من اختياره. فاتمنى لكم تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم في حلقات تانية كتير، وكملوا علشان تسمعوا احلى مزيكا.